نشكر مؤسسة يد العون على المياه الحلوة، بارك الله فيكم. هي المؤسسة اللي هي يد العون للإغاثة والتنمية، ولها منا كل الشكر والاحترام ومزيد إن شاء الله من العطاء والتقدم للنازحين لإخواننا من الشمال في غرب غزة. For the fifth day in row, today is a Friday, 24 of May 2024. Our campaign is continuing to provide clean drinking water for the Palestinian people.